بالنسبة للتسفير، عبرت أنا في الإذاعة الخاصة اللي كونه معناها فما زوز حويش. أول حاجة اللي كونه فما وجود أمن موازي اللي هو كان عنده ضلع في التسفير، ولا يقتصر الضلع هذية في كونه تغطية بتاع الناس اللي سافروا، بل هو قام أصلا بتدريب الشباب في مراكز تدريب، وذكرت حتى المراكز وين موجودة. وين بالضبط مدام؟ فما المركز الكبير، أول مركز وقتها في 2013 هو في غابة في سجنين، وفما زوز مراكز أخرى اللي هما أقل كبر، واحد في قروان واحد في منوبة. وقلت اللي كونوا معناتها شبكات التسفير هذية قاموا معناها بتدريب الناس الشباب هذية التوانسة، حيث سافروا 800 واحد من سجنين. زاد عبرت اللي كونوا معناها في نقطة ثانية بالنسبة للتسفير، اللي كونوا فما برشا نقاط غامضة، حتى الناس اللي قامت بالتصريحات ولا اللي قامت معاش ترى لها وجود، فماش تحقيقات اتحلت كما يلزم.